مسيرة نداء الوطن، مسيرة شعب بأكمله بالملايين هبوا من مختلف جهات المملكة. صوت واحد يصدح بأرجاء العاصمة الرباط، عاصمة الالتحام القوي وتأكيد ارتباط المغاربة قاطبة بصحرائهم. أبناء الأقاليم الجنوبية قطعوا آلاف الكيلومترات ليقولوا لا لتصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المعادية لوحدة الوطن، لا لأي تدخل خارجي كيفما كان في شؤون المغرب الداخلية. نعم لمغربية الصحراء. هذا النهار هو اليوم الأغر، هذا النهار هو اللي هذا الحشد جاء يعبر عن ما يخالجه، أقول من الحزن ومن الأسى ومن الاستياء. كل شيء تجمع اليوم في الجمع في الرباط لكي باش يبينوا عنهم وراء صاحب الجلالة، وعن هذه الأقاويل اللي تقول بها بان كي مون أمين الأمم المتحدة لا تدل على شيء ولا تساوي شيء. هي مناسبة كذلك نجد فيها اللحمة الوطنية والاستعداد التام للتجند الدائم وراء جلالة الملك وروابط البيعة لتربطنا في الأقاليم الجنوبية مع السدة العالية بالله، وهي مناسبة نجد فيها كذلك الاستعداد للانخراط التام في التعبئة الشاملة من أجل قضية الصحراء المغربية. نستنكر ما قاله بان كي مون في الصحراء، نحن موجودون كما قال صاحب الجلالة، يعني لا مناقشة ليست لنا مشاكل في الصحراء أولا، ونحن موجودون ولا نريد أي رأي وأي محكمة ولا أي تدخل من أي هيئة. نستنكر تصريح بان كي مون بشأن القضية الوطنية، ونحن جنود مجندين وراء جلالة الملك والصحراء المغربية إن شاء الله يديمات مغربية. إحنا مع جلالة الملك، واللي قال الملك إحنا مع وضد كلام بان كي مون، وجينا هون باش نبينوا للملك ونبرهنوا لكم بأننا إحنا مع الملك. هذه القضية بالضبط هي اللي كيصطف فيها جميع المغاربة كما كتشوفوا اليوم في هذه المسيرة المليونية، وكنشوفوا الانحياز وعدم الحياد للسيد الأمين العام، وربما هذا كيبين مدى فشله في الملف، خصوصا أننا إلى عرفنا على أن الولاية ديالو ما تلالها شي باش تسالي. لحظة تاريخية تتأجج فيها مشاعر حب الوطن وترتفع الأصوات معبرة عن تشبث الجميع بوحدة الوطن. إجماع لم ولن يحيد عنه المغاربة، هو اعتزاز ووفاء لروح المسيرة الخضراء التي استرجع بفضلها المغرب صحراءها. جينا باش نشاركوا في المسيرة المليونية اللي كنعبروا فيها على أن الصحراء مغربية، وأنه مهما حدث فالصحراء مغربية والمغاربة مشبتين دائما بالصحراء ديالهم. حنا كندو بشدة تصريحات المستفزة ديال بان كي مون على الصحراء المغربية، وحنا حنا وراء جلالة الملك مجندون ومستعدين لأي حاجة. تمشي تلتندوف دابا حاليا، أنا أصبق مات في الصحراء ونحب بلادي وما نتخلوش عليها، وعاش الملك. حسيت بالحقرة، حسيت بالحقرة، زعما ظلمنا. هذا الشيء اللي قال ما عنده حتى شيء منطق، ما عنده حتى شيء شيء مصداقيه. ديالي اللي هي بني الجيد جايه في الشرق، خرجت على مسيره ان الهضره اللي قال بان كي مون كانت غير مجرد، يعني نقدروا نقولوا بانها قدفة على المغرب. اصلا المغرب علاش مستحيل يفكر فيها الانسان يقول انها بلد تقدر تحتل البلاد ديالها؟ الصحراء المغربيه ما عندها فين غتمشي. جمعيه الصداقه المغربيه الروسيه تندد بتصريح الامين العام للامم المتحده بان كي مون الذي أظهر أنه أمي في العلاقات الدولية وفي القوانين الدولية، التي تقول بأن الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن يكون قاضيا ومحايدا في جميع النزاعات. فنحن نطلب منه أن يتراجع وأن يعتذر للشعب المغربي الذي يرفض قاطبة هذا التصريح. مسيرة نداء الوطن التي شدت إليها ملايين الشعب المغربي بكل مكوناته تجديد وتأكيد على مغربية الصحراء، وجهت رسالة واضحة إلى المنتظم الدولي وإلى الضمير العالمي وإلى كل من يهمه الأمر، لا للمس بوحدة المغرب الترابي وسيادته،
الصحراء المغربية خط أحمر لا نقاش ولا مساومة فيها. من كل المشارب في مسيرة متجددة صرخة مدوية في تجمع حاشد، مسيرة مليونية فاقت كل التوقعات، شعارها واحد: الله، الوطن، الملك. تجاوب كبير بحجم حب المغاربة لوطنهم، أصوات الوطن تصدح من جديد معبرة عن الموقف الثابت والإجماع الوطني الغير قابل للتفاوض حول وحدتنا الترابية. مسيرة في مستوى الحدث تعتبر بمثابة تأكيد شعبي وتلقائي على مغربية الصحراء وعلى مدى تشبث وتعلق المغاربة قاطبة حبا وطواعية بالوحدة الوطنية. عبد الرحيم بن شيخي. من مختلف مداخل مدينة الرباط تتواصل الجموع الغفيرة في التوافد تلبية لنداء الوطن. اكتظاظ استثنائي عبر مداخل الطرق السيارة، سواء وصولا من الدار البيضاء حتى محطة النقل القامرة أو قدوما من محور وجد فاس مكناس، حيث تصل جماهير غفيرة من المواطنين عند نقطة مديرة سلا مرورا باتجاه الرباط. نفس الكثافة يعرفها محور الشمال قدوما من طنجة العرائش مرورا بالقنيطرة. هي هبة مغربية بطعم الوحدة المغربية وتشبث بصحراء كل المغاربة ومغربية الصحراء من طنجة إلى الجويرة. هنا القول الفصل والوقفة التاريخية لشعب بأكمله بقيادة رشيدة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وحدتنا الترابية أمر مقدس، فشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. به نحيا ومن أجله نحيا. هنا الرباط، هنا التأم المغاربة صفا واحدا من أجل قضية عادلة. صحراؤنا مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأحزاب السياسية الوطنية عبرت ومن خلال مسيرة